ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. الرجل الثالث. كان الشاب محمد العطار طالبا نجيبا في كلية الحقوق بفاس. بعد أن تخرج منها في العام 2000 وجد وظيفة ذات آفاق وبأجر جيد في شركة للتأمين بمدينة الدار البيضاء. ومع ذلك فإن الشاب محمد ظل يبحث عن وظيفة تتيح له القرب من عائلته بمدينة فاس. بعث بطلباته إلى مؤسسات عمومية وغير عمومية عدة، وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني في جملة تلك المؤسسات. تلقى منها ردا، تمت دعوته إلى اختبار انتقائي خاص بعمداء الشرطة، اجتازه بنجاح. ثم بعد استقالته من شركة التأمين التحق بالمعهد الملكي للشرطة. الحقيقة أن محمد العطار طالما كان يحلم بالالتحاق بأسلاك الشرطة. بعد أن قضى عاما كاملا في المعهد الملكي للشرطة، عين محمد العطار العميد محمد العطار بمدينة مكناس. بعد أن التحق تم إلحاقه بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، عادة ما يقضي بها الخريجون الجدد فترة من 3 أشهر. أثناء تلك الفترة أبدى العميد محمد العطار شغفا كبيرا بوظيفته الجديدة، وتمكن من التوصل إلى فك ألغاز ملفات كانت في الانتظار. كل ذلك لفت إليه أنظار رؤسائه. ذات صباح نقل عميد الشرطة في مدينة ميدلت على عجل إلى المستشفى، كان من القدامى، ولما كان ضروريا تعويضه فقد تم تعيين العميد الشاب محمد العطار ليحل محله. كان العميد محمد قد تزوج منذ فترة قصيرة، واستقر الرأي على أن تزوره زوجته نهاية كل أسبوع. في ميدلت كان عليه أن يجد سكنا، لم يتيسر له ذلك سوى بعد فترة. سيظل العميد محمد العطار يذكر ذاك السبت 13 من سبتمبر من العام 2001. يومها في 1 صباحا رن هاتفه. أبلغته غرفة الاتصالات بمقتل شاب بعد تناوله جرعة دواء، وأن ذلك حدث بينما كان في البيت حفل انقلب إلى مأتم. نداء الواجب كان أقوى من العواطف. ودع العميد زوجته والتحق بالمنزل حيث مات الشاب. كان ذلك في منزل عائلة بلحسن. كان الأخوان محمد ورضا يقيمان وليمة بمناسبة إبرام صلح بينهما أنهى شهورا من الخلاف حول إرث لعمهما. كان العم عبد الله بلحسن قد توفي منذ 6 أشهر، ولم يخلف سوى بنت وحيدة اسمها عائشة وأملاكا كثيرة ووصية. أوصى المرحوم عبد الله بلحسن بأن لا تتزوج ابنته عائشة سوى واحد من ابني عمها محمد أو رضا، اللذين ورثا معها ما خلفه من تركات. كل واحد من الشابين كان يطمع أن تكون عائشة وما ورثت له، وذاك هو سبب الخلاف الذي كان قائما بينهما. كان محمد الأكبر سنا، وقد هدد شقيقه الأصغر بالقتل إن هو لم يتراجع عن منافسته على عائشة بنت العم. وقد تدخل عدد من أفراد العائلة لإصلاح ذات البين بين الشقيقين، وكان الاتفاق على أن يتنازل الشقيق الأصغر رضا عن نصيبه في الإرث مقابل ظفره بعائشة التي كانت من نصيبها ثروة هامة. كان الاتفاق والصلح بين الشقيقين رضا ومحمد مدعاة الحفل الذي أقيم في بيت عائلة بلحسن، والذي انقلب فجأة إلى مأتم. كان الشقيق الأصغر رضا يعاني من مرض مزمن منذ فترة، كان عليه أن يتناول الدواء بانتظام. وكان محمد قبل الخلاف وبعد الصلح قد دأب على مراقبة مدى التزام رضا بتناول الدواء. في تلك الليلة حيث حضر أفراد العائلة، كان محمد هو من ناول رضا الدواء. فجأة بدا الشاب يختنق،
لم يمهل أيا من الحضور للتدخل وفارق الحياة. نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات. قال الطبيب الشرعي بعد معاينة أولية إنه لا يستبعد أن يكون الرجل مات مسموما، هناك بعض العلامات التي تفيد بذلك، ولكن للتأكد من الأمر يتعين تشريح الجثة. وافق وكيل الملك على ذاك الإجراء وتقرر إجراء التشريح في الصباح. استخرج الطبيب كل ما كان في معدة الهالك، وضعه في إناء ثم ختمه وأرسله إلى المختبر. قال الطبيب إن الشاب فارق الحياة نتيجة تناوله سما يتسبب في اختناق الضحية والموت في بضع دقائق. عاد العميد محمد العطار إلى المفوضية، كان الوقت فجرا. حرر التقارير التي يتعين توجيهها إلى كل الجهات ذات الاختصاص. تذكر أنه خلف في البيت زوجة. لما عاد إلى المنزل كانت الشمس قد أشرقت منذ فترة. أثناء الفطور تحدث الزوجان في مواضيع مختلفة. كان العميد محمد العطار قد عود زوجته على التكتم حول المواضيع التي يشتغل عليها، الواجب المهني يملي عليه ذلك. 4 أيام بعد مقتل الشاب رضا توصل العميد العطار ببرقية من المختبر الوطني بالرباط. قنينة الدواء التي تم حجزها لم تكن تحتوي على ما يقابل ما كتب عليها، كانت تحتوي على مادة السيانور القاتلة، المادة ذاتها التي استخرجت من معدة الضحية. وجد العميد العطار نفسه الآن في مواجهة جريمة قتل، وعليه أن يصل إلى القاتل. تم استدعاء محمد بن الحسن شقيق الضحية الذي كان على خلاف معه بسبب موضوع الزواج من عائشة ابنة عمهما. تم أيضا استدعاء الشهود ممن كانوا حضورا في وليمة الصلح بين الشقيقين. أكد الشهود في محضر الاستماع ما قالوه ليلة مقتل رضا، واعترف محمد بأنه من ناول شقيقه الدواء الذي كان الجرعة القاتلة. قال إنه كان يحرص على أن يتناول رضا دواءه في الأوقات المحددة. كل الأدلة تجعل من محمد بن الحسن المتهم الرئيس في هذه القضية، فهو المستفيد الأول والأكبر من اختفاء أخيه، سيرثه وسيظفر ببنت العم والثروة التي كانت نصيبها من تركات والدها، قرائن تعززها حقيقة الخلاف الذي كان قائما بين الشقيقين قبل صلحهما. لم تكن أمام العميد العطار خيارات كثيرة. محمد بن الحسن يبدو المتهم الأول في مقتل شقيقه، ولذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة. وضع محمد بن الحسن رهن الاعتقال الاحتياطي. مر شهر، لا جديد في القضية، غير أن محمد بن الحسن دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. كان يصرخ دون توقف أنه بريء من دم شقيقه رضا. كان يقول لمن يزورونه في سجنه إن العميد العطار سيتحمل وزر موته إن هو قضى رهن الاعتقال. كل ذلك كان يتناهى إلى علم العميد، ولذلك عادت قضية رضا بن الحسن لتقض مضجعه وتشغل باله. راجع أوراق الملف، لم يبدو له ما يبعد الشبهة عن محمد شقيق رضا. لاحظت زوجته انشغاله، سألته ولم تكن تعودت على التدخل في شؤون عمله، كانت القطرة التي أفاضت كأسه. باح لها بما يشغله، علمت منه تفاصيل قضية الأخوين محمد ورضا بن الحسن. بادرته بالسؤال عن موقف بنت العم، كان السؤال الذي نبهه إلى أن أيا من المحققين لم يسائل عائشة. القصة لم تنتهي بعد.